السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في حصة باتيسي. لليوم مش حندير لكم، حندير لكم دي كاري بالكورن فليكس والشوكولا براليني بيان سور. هنا للمقادير واش لازم لي؟ لازم لي هنا 200 غرام تاع الكورن فليكس اللي هما ناتشور، ريحتهم غير بالغلو بركة. واش حنزيد معهم؟ نزيد معهم 60 غرام تاع الزبدة، ونزيد معهم 150 غرام تاع شوكولا بلون باش نطم لي كورن فليكس تاوعي، لي كاري تاوعي. من بعد واش عندي؟ عندي اون غاناش اللي حنديرها اللي فيها هنا 200 غرام تاع لا كريم ليكيد، ونزيد معها 200 غرام تاع شوكولا اولي شوكولا بالحليب، ونزيد معها 50 غرام تاع شوكولا نوار، ونزيد معها هنا 20 غرام تاع العسل، ونزيد معها هنا 20 غرام تاع المارغرين ولا تاع الزبده او شوا. هذا ما كان. دوك واش ندير؟ ناخذ ان ريسيبيون ندير فيه لي كورن فليكس تاوعي، هنا نشعل على الكاسرول تاعي. واش ندير فيها؟ ندير فيها هذيك الزبده، نحطها الدوب، الزبده، نزيد عليها شوكولا بلون اللي كنت قلت لكم اونتر 150 حتى 200 غرام حتى تشوفوهم انطموا. هنا راني حندير 200 غرام، هنا الشوكولا انا حندير 200 غرام 200 غرام. كما راكم تشوفوا هنا سي مونسيوني من الفوق، هنا 25 25، هادو 100 غرام، هادو 200 غرام. هنا عندي الزبده مع الشوكولا، دوك بهذيك الحراره تاع الزبده دوبلي الشوكولا. هنا الشوكولا تاعي مع هذاك لو بور دابولي تري بيان. ناخذ هنايا الشوكولا، الشوكولا هنا قلت الشوكولا انواغ، ناخذ شوكولا انواغ تاعي باتيسي، ناخذ هنايا 200 غرام، كما على بالكم لا طابليت فيها 250 غرامه. احنا ميم سيده اللي ما عندهاش الميزان ام سهلوا علينا لا تاش. احنا نشعل على لا كويير تاعي تاع الشوكولا باش ندوب هذيك الشوكولا اللي قلنا 200 غرام. بسم الله. دونك الشوكولا تاعي راهي تذوب ا بتي فو، هنا واش ندير؟ هذوك لي كورن فليكس تاعي نفرغ عليهم هذيك الشوكولا اللي كنا خلطنا لها الزبده.
عيني على الشوكولا. هذه نطفي عليها ونخلي بهذيك الحراره تكمل دوبلي الشوكولا. نعاود نولي هنا لهذوك لي كورن فليكس اللي كنت خلطت لهم شوكولا بلون وزدت عليهم الزبده. هكذا ناخذ بابي كويسون هنا نجيب مقص ونقطع البابي كويسون تاعي. كيما على بالكم هاد لي كاري تاوعي ما يطيبو سون كويسون. نبدلو شويه على لي فوندو تاع كيما اللي نخدمو نديروها. هنا خديت هاد ليمون هادو كاري وندير كميه هنا لداخل هكذا ليكيفالون تاع واحد اون كويارا سوبا هكذا ونطلع شويه في لي باغوا. هكذا حتى تكملوا كامل الكميه اللي عندكم. هنا تقدروا باغ اكزومبل كي يكونوا هكذا تحطوهم في الفريجيدير من بعد يولوا لكم هكذا. تقدروا سور بلاص تفرغوا فوقهم لو براليني. براليني تاعي كيفاش درتو سي تري فاسيل. واش درت؟ حكمت 200 غرام اللي هو هذا. هنا بوغ لو براليني ميزون اللي هو هذا كيفاش خدمتو؟ خديت هنا 200 غرام خليط بين لوز وبندق، حطيتهم فوق النار بيان سور حمستهم ليجيرمون تحميصه فريمون خفيفه. اونتخ طون حكمت 200 غرام تاع السكر. السكر تاعي حرقته كراميل ساك، غير تحرق لي هذاك السكر رميت هذوك لي اموند نوازيت خلطتهم جوست بداو غلاو، رميت قرصه تاع الملح وميكسيتهم ترحو 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 حتى يولي لكم هذا. هذا الخليط تاعي واش راح ندير به؟ اني حنحطو في لي فون تاع لي كاري تاعي هكذا. هادي نحطها في الفريجيدير. هادو سي بون. دركا واش ندور؟ ندور لاكاناش تاعي اللي خديت هنا 200 غرام تاع الشوكولا شوكولا نوار، نزيد عليها شوكولا اولي شوكولا اولي اللي هي هادي. هنا ميلونج تاع الشوكولا ديروا كيما تحبوا نتوما، تحبوا باغ اكزومبل شوكولا اولي تغلب على شوكولا نوار، ولا تحبوا شوكولا نوار تغلب على شوكولا اولي، با بروبليم. مي هاد لو ميلونج تاع دو شوكولا هايل هايل. هكذا نزيد شوكولا اولي على شوكولا نوار. بهاديك السخانه تكمل الذوب. اونتخ طون نعاود نشعل باش نسخن لاكريم ليكيدا. لاكريم ليكيد واش نزيد عليها؟ نزيد عليها العسل. ونزيد عليها المارغرين. هادو يسخنوا لي.
هكذا نفرغ هذوك لي دو شوكولا على لا كريم ليكيد مع العسل. مي هنا خلطوا غير بالعقل باش ما تخرجوش لي بيل دابا. خلي تاعي راهو هاي واش ندير، نجيبو هنا قدامي هكذا ونفرغو فوق هذاك لو براليني اللي كنا درناه هكذا. دوك واش بقى لي؟ بقى لي تزيين خفيف اللي هما هادو تاع الشوكولا، كنت درتهم بالشوكولا باتيسي هادي البيضاء، نحطها غير هكذا. بيان سيغ نتوما خلوها حتى تبرد كامل، لا كي تمسوا الكلاصاج تاعكم تلقاوه برد. باش ديروا هاد ليتاب، تحطوا هنا هاديك الشوكولا تاعكم هكذا، وتزيدوا تاخذوا ماكارون. هنا التزيين يبقى اختياريه، نحطو هنا لداخل هكذا بيان سور بعد ما تكون جمدتها هكذا. هذه هي الوصفه اللي خيرتها لكم اليوم اللي كانت ديكاري. نتمنى ان شاء الله وصفتي كانت نالت اعجابكم. في وصفات اخرى ان شاء الله، مع السلامه.